يكرم الفائزين برموز الذهب. الشلفة الذهبية، شوط المفتوح للثنايا البكار. ذهبت الشلفة مع هجن الشحانية ومع الشيدمان بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. حضرت المنافسة في هذا المهرجان والتوقيتات الزمنية القياسية، هذه الشلفة الذهبية وهذا هو المضمر الذهبي سالم بن فاران يستلم شلفة الشيدمان من سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري. مبروك يا أبو جابر هذا الفوز وتألق هجن الشحانية، نبارك لهجن الشحانية، مؤسسة هجن الشحانية والقائمين عليها هذا التألق في هذا المساء. أيضا الخنجر الذهبي فاز به إدخان من هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، من اختطف ثلاث رموز ذهبية في هذا المساء. أما الآن الشلفة الذهبية وفازت بها الوذنة لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران، تهانينا والف مبروك. بينما الخنجر الذهبي الخاص بالثنايا القعدان العمانيات شوط مفتوح للشيوخ فاز به كفو مهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران، وهذا هو الشبل جابر بن سالم بن فاران وأيضا محمد بن سالم بن فاران يستلمون من سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري هذا الخنجر الذهبي خنجر كفو. والرموز الأربعة الذهبية تذهب الليلة إلى عزبة الذهبي سالم بن فاران وإلى الشبل مع مؤسسة هجن الشحانية. نشاهد الصور واللقطات التذكارية الجميلة مع أنجال سالم بن فاران المضمر الشبل، جابر بن سالم بن فاران.